شوف نذكر بالنسبه لما احسن رياضي يعني سجتي هو راه رقم واحد في 800 متر، عنده احسن رقم هذا الموسم ان شاء الله، يعني لا هو عاود الرقم تاعو يعني 42 يطلع للبوديوم، لانه هو راهم ماهمش بزاف اللي داروا تحت دقيقه و42، كاين ثلاثه رياضيين وكاين من تحت دقيقه و43 يعني دقيقه و42، كان تقريبا اظن تسعه رياضيين، هي كلش سباق يكون تكتيكي ولازم ياخذ حذره، لان كاع الدول اللي يكونوا في النهائي راح يدرسوا يعني يدرسوه، والخوف هما كاع من الكينيين، يعني لا تحس الا يعني الكينيين تاهلوا ثلاثه في النهائي يكون صعب جدا جدا جدا، ما شاء الله يعني كما يقول لك ياخذ المكان تاعو مليح يعني في السباق وما يديرش غلطات.